من الشفاء. وإني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. بسرعة عبد اللطيف، ده رأيك في الديوان؟ أنت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا، أنا أفضل أنك أنت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع إلقائك للشعر. تفضل. أنا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معاك دي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الأستاذة ودي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرجان. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. أمال الحكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب أنا كده بقى، وإذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وأنت زي ما أنت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه والثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخت اللي أنتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي أنتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المية اللي بتشربوها مية مرجان. الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان. الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. تو ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمة بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، أول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ إزاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زبالة. وبعدين أنا عملت كده عشان إيه؟ مش عشان أعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما أنتوا بتقولوا؟ أنت عارف يا أستاذ مرجان، أنت ناقصك شيء مهم جدا. إيه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ إنك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه ومريت ايه؟
النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه، لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا، والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا خلاص اتفلقوا كاكونيلا، خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي، ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير، ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه، ناس كتير هتدور وراك، فملوش لازمه وجع الدماغ ده. يعني تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع يا حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين، ويقعدوا يسالوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ انا هاخد الشهاده من هنا ومن نفس الجامعه بتاعته. انا سعيد جدا بهذه الزياره. هو برضه سيادتك في حاجه بالنسبه للاولاد؟ هم اشتكوا من اي حاجه؟ لا لا لا، المشكله مش مشكله الاولاد، المشكله مشكلتي انا. بس قبل ما نتكلم في اي مشكله، ده شيك مني كده بالمبلغ على ما اقصم لتجديد مباني الجامعه. ده شيك كتير، ده كلام زيادة والله. أخباري معامل إيه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيء مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجبي؟ أيوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك أنا بحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا أزرع حوالين حرم الجامعة أشجار وجناين عشان الأولاد يستكشفوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله، سيادتك عامل حساب الجناين؟ أنا لساني يعجز عن الكلام. أنا أشكرك جدا يا مرجبي، أنا نفسي أعمل لسيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مرجبي. أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي. أنا نفسي أخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذة ملتحقة بها. هو بس في مشكلة صغيرة، الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية، هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ أنت بتتكلم في إيه يا مرجبي؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم. تكلم سيادة الوزير، انت فادت لي في المثل دي، مسألة بسيطة.